دلوقتي في خلال لحظات إن شاء الله هنتكلم على استراتيجيتين، استراتيجية إدراك السعادة واستراتيجية إدراك الحل. أنت عارف إن كل واحد فينا عنده سعادة في كل حتة. أنت عارف أنا عندي شخص، أنا كنت في بلد من بلاد العربية وبعدين جاء شخص قال لي تعرف يا دكتور كلام بتقوله كويس جدا لكن أنا في منتهى السعادة، ما فيش ولا حاجة واحدة فقط كويسة في حياتي. قلت له خليني أسألك شوية أسئلة، أنت متزوج؟ قال لي متجوز 4. قلت له يمكن عشان كده. قلت له عندك أولاد؟ قال لي 12. قلت له ده برضه سبب تاني، بس قول لي دلوقتي أنت أخبار صحتك إيه؟ قال لي لا الحمد لله أنا صحتي كويسة. قلت له طب أخبارك إيه ماديا؟ قال لي بالنسبة للحتة دي أنا تاجر وعندي فلوس كتير. قلت له طب تعالى نحسبها، أنت عندك المال وعندك العيال وصحتك كويسة وعندك الشغل اللي بتحبه وعندك العيلة، عندك حق أنا لما أطرحك أنتحر. وبدأت أضحك، فالراجل بدأ يضحك قال لي تعرف أنا عمر ما شفتها بالطريقة دي، لأن كان بيدرك حياته في حاجة واحدة فقط مضايقاه، وعشان الحاجة دي مضايقاه راح مركز عليها، ولما ركز عليها بيدركها بطريقة معينة وديها معنى معين وبدأ يكبر بيها، وبعدين بدأ يحس بتعاسة، ولما حس بتعاسة تفكيره بقى تعيس، إدراكه بقى تعيس، سلوكه بقى تعيس، وصل للدنيا بعد كده عمال يلوم فمش واخد مسؤولية حاجة. فمجرد ما قلت له كده حولت له الإدراك، فلما تحول الإدراك حياته بحالها اتغيرت. عشان كده غير إدراكك تغير حياتك. وأول إدراك تقول أنا خدت أول إدراك في حياتي أن أنا بدأت أتحمل مسؤولية حياتي الشخصية من أول النهاردة.